الطاري الفلاحي، 4 كوبايات من الدقيق المنخول، كوباية زبادي أو لبن رايب، عندنا 2 كبار من الزبدة، 2 كبار من القشطة، 2 كبار من الزيت، 1 كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. المقادير سهلة وبسيطة وممكن تلاقيها عندك في البيت تعمليه في العشاء، هيديكي نتيجة تحفة جدا. هنقدمه النهاردة جنب عسل وجبنة عشان نعرف ان هو بيتاكل بحلو وبيتاكل بحادق. تعالوا بينا بس نحط الأول الشيش يتشوي ونبتدي نشتغل في الرقاق. بسم الله، تمام جدا. تمام كده، كتل فين الكتل؟ هو فين الكتل اصلا؟ ويلا نجيب بولة ونشتغل في العجينة بتاعتنا. زي ما قلنا 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق متعدد الاستخدام ومنخول كويس، وعندنا الزبدة يعني هنسيحها، نحطها في حاجة كده تسيح. عشان تفك معانا يبقى الزبدة لازم تكون سايحة عشان نعرف نعجن بيها. نلبس الجلافز بقى علشان نعرف نعجن. القشطه اللي هنا دي القشطه اللي بتبقى على وش اللبن، كلنا كل يوم لما بنغلي لبن ولا حاجه بيطلع على وشه قشطه، يعني يفضل انك انت تحوشيها في علبه في الفريزر، مهمه قوي في الفريزر علشان ما تغيرش. ممكن نعمل منها زبده، ممكن نعمل منها رز معمر، ممكن نحطها في البشاميل، ممكن كمان نحطها على وش الرقاق، ممكن نحط الرقاق اللي هو باللحمه المفرومه، ممكن نعمل بيها العيش بالشكل ده، تديكي نتيجه حلوه تمام بدل ما تتهدر على الفاضي. ادي القشطه بتاعتنا برضو ماسكه نفسها شويه، فهحطها مع الزبده تسيح عشان يتوزعوا كويس في الدقيق، ومعانا السكر، 2 معالق سكر صغيرة، والبيكنج باودر، ونحط كمان الملح ونقلب. دي المواد الجافة مع بعض. أيوة، معانا مين؟ وادي الزيت، وهنحط كمان الزبدة والقشطة، مستنية بس يفكوا شوية. يبقى قلنا المقادير بتاعتنا عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، 2 زيت، 2 زبدة، 2 قشطة، وكوباية من اللبن الرايب أو الزبادي، 2 معالق صغيرة سكر، 2 كبيرة بيكنج باودر، وذرة ملح. الدنيا ساقعة فالزبدة والقشطة متجمدين، هنفكهم علشان لما ينزلوا على الدقيق أعرف أوزعهم بسهولة. تأثير الزبدة والقشطة أو بدل الزبدة سمنة بلدي بيدي طعم حلو جداً للرقاق. يلا ننزل. شايفين هنا العجينة تحفة قوي ريحتها، وانا بعجنها ريحة الزبدة البلدي وريحة القشطة بتبان حتى وانتي بتعجنيها. عجيني بقى كويس جدا، المهم في الاخر نحصل على عجينة تكون لينة. تمام، بعد ما العجينة اتعجنت كويس لمدة 6-7 دقايق سبناها ترتاح، او كورناها وبعد ما كورناها سبناها ترتاح 10 دقايق. بصي لما هترتاح هتيجي تفرديها هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. يبقى احنا عدنا عملنا ايه والمقادير بتاعتنا ايه. هناخد بس شوية من الدقيق علشان ما يلزقش معانا، ومش كتير تمام علشان يطلع معاكي الرقاق بيلمع. ما تحطيش دقيق كتير في الارضيه ولا على الوش، يا دوبك كده بس حاجه تمشيلك الدنيا وما تخليهاش تلزق على الرخامه بتاعتك.